سجلت في الانتخابات؟ اون برانسيب قيدت اون برانسيب. وباش تمارس حقك الانتخابي ولا تراجعت؟ اكيد كما اي تونسي. تنجم تصرح لنا وتقول لنا شكون باش ينتخب على مستوى الانتخابات التشريعيه والرئاسيه؟ نقول لكم احنا انا باش نقول لك اللي انتخبوهم المره اللي فاتت الترويكا اللي هما النهضه والتكتل والمؤتمر ذوك من سيش هتبت عليهم. احنا جربناهم وشفناهم عملونا حد شيء، دونك باش نجربوا ناس اخرين ونشوفوهم زادة. ويظهر لي خايف ليكون الشعب التونسي يمشي في الذويقة، ها كل مرة عنده رئيس وبعد يطلع سافابا، وهذا اللي مخوفني. بالنسبة لي أنا اللي حاطه باش ننتخبه نادي تونس اللي هو البيجي قاسم السبسي، على خاطر المرة اللي فاتت وقت اللي شد في 2011 ولا وقت الوقت هذاك بريسك كانت فما استقرار، نقولوا 30% ولا 40% الموجود في تونس معناه استقرار، على الأقل نتصور تويكا ينجم يكون يوصل 60% استقرار، وإحنا لو شوف الاستقرار خاطر بالاستقرار توجينا كل شيء، خاطر أنا بيرسونيلمون تعبت من الهمجية في تونس. كريمون دير. شكرا لك. عايشك الله يخليك.